That was the start of a learning journey for me. قنبلة موقوتة يحضر لها الأمير هاري والعائلة الملكية البريطانية تشعر بغضب شديد. أزمة جديدة قد تشهدها علاقة الأمير هاري بأفراد العائلة الملكية البريطانية، وذلك في ظل الحديث عن اتجاهه لإجراء تعديلات على مذكراته التي سيصدرها قريباً. ونقل موقع بيج 6 عن الكاتب والمؤرخ البريطاني توم باور مؤلف كتاب الثأر ميغان وهاري والحرب بين آل وانسر قوله: مذكرات هاري عبارة عن قنبلة موقوتة، وأنا لا أتفق مع التقارير التي تقول أن هاري يود التعديل عن مقاله فيما سبق عن والده الملك تشارلز وعن الملكة القرينة كاميلا وعن شقيقه ويليام وزوجته كيت ميدلتون، إذ يرى الجميع أن هاري لا يمكنه إجراء أي تعديل على الكتاب بأي شكل، فهل يود أن يزيد عن تفاصيله القذرة؟ لأنه لو فعل غير ذلك فلن تكون هناك مبيعات. وكان كشف موقع بيج 6 مؤخراً أن الأمير هاري يسعى جاهداً في الوقت الحالي لإعادة كتاب مذكراته بعد وفاة الملكة إليزابيث، لرغبته في التخفيف من حدة التصريحات التي قالها عن والده وزوجته وشقيقه وزوجته. ومن ناحية أخرى، كان تم الكشف عن السر وراء بؤس الأمير البريطاني الشاب هاري، وذلك بحسب ما بدأ في العديد من الصور والفيديوهات التي انتشرت مؤخراً. في التفاصيل، لم تمر الصورة الأخيرة للأمير هاري وزوجته ميغان ماركل مرور الكرام، خاصة بعدما انتبه كثيرون إلى ملامح البؤس والحزن التي كانت واضحة على وجه دوك ساسكس. هاري، take you Meghan. I, Harry, take you Meghan. To be my wife. To be my wife. وشرح الكاتب الملكي هوغو فيغرز السر وراء حزن الأمير هاري عبر مقارنته بملك إنجلترا السابق إدوارد الثامن الذي ظهر بملامح البؤس عينها بعد تنحيه عن منصبه. وأوضح الكاتب أن الأمير هاري وإدوارد الثامن اتخذا القرار نفسه بالتنحي عن الواجبات الملكية وقطع علاقاتهما مع العائلة الملكية ليبقيا إلى جانب زوجتهما. وقد استقال دوك ودوكة ساكس من واجباتهما الملكية عام 2020 في محاولة مزعومة لتجنب تدقيق وسائل الإعلام والتخلص من الضغوطات المرتبطة بكونهما من أفراد العائلة المالكة. وبالمثل، تنازل دوك واندستر ملك إنجلترا السابق عن العرش في عام 1936 من أجل الزواج من وايلز سامسونز. وعلى الرغم من أن إدوارد الثامن لم يعرب أبداً عن ندمه بعد التنازل عن العرش، إلا أن الكاتب ادعى أنه لم يرى أبداً أي شخص بعينين حزينتين مثل الملك السابق.